السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء. فيديو اليوم يعني تطورات إنشاء الفقاصة. في شيء هام جدا هام جدا للفقاصة، وهو وخاصة البيض يحتاج الأكسجين قبل الفقس كمية قليلة الأكسجين، وبعد الفقس كمية هامة للصيصان، لأنهم قد يختنقوا بثاني أكسيد الكربون يموت. لذا هنايا كما تشوفوا عملنا دوائر، وباش نستعملوا هذوما من الداخل نقوم بتركيبهم من جهة واحدة وتحريكهم للتحكم في فتحات الدوائر هذوما، فتحهم وإغلاقهم كعبتين. هامين جدا. باش نسوا يعني واحدة من هنا من هنايا، باش نقوموا بإنشاء ثقب هنا، هذه دائرة ثقب هنا ونتحكموا فيه. يوجد عندنا فتحات المراوح الصغيرة كما تعرف، هذه اللي سحب الأكسجين بالشهيق، لكن للزفير يلزم نفس تقريبا الدياميتر نفس القطر، موجودين فتحات لإخراج الهواء، خاطر ذاك يسحب إذا كان مغلقة جيدا، مش يقوم بالسحب فقط لن تستطيع يعني، وحتى السحب تكون عملية سحب صعبة على المراوح لأنها تنفخ في مكان مغلق. لكن يكون في فتحات ثانية للزفير، هنا الشهيق يعني يدخل الأكسجين ومن هنا يطلع، يكون يعني النظام ممتاز جدا لكشهيق وزفير. ويا حبذا انا باش نعمل اثنين هنا في المكان هذا، وممكن ان تعمل واحده من هنا واحده من هناك باش تكون يعني متساوي النظام، لكن حتى في جهه واحده جيد. نشوف هنا باش نقوم بقطع العازل وبعدين باجراء ثقوب موسعه، خاطر ما عنديش جهاز يقوم بالدائره هذه الثقب، باش نعمل عده ثقوب وبعدين نوسعها بالثاقب هذا. اوكي، تنتابعوا بعدين طريقة انجازها، بعد ما ننجزها نوريكم ان شاء الله في فيديو لاحق. شكرا لكم. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة.